السلام عليكم. حنا تنتواجدوا في مدينة المنورة. يعني كما تتشوفوا تبارك الله الناس اليوم الجمعة، الناس تبارك الله صلينا صلاة الجمعة، ونتمنى المغاربة كاملين يعني هذا المقام هذا لأي واحد يتمنى أن يكون فيه، يا ربي اللهم يسر كاع المغاربة إن شاء الله أنهم يحضروا ليه ويجيو يعني يصليو فيه ويديروا مناسك ديال العمرة يا ربي، ولا الحج إن شاء الله يا ربي في هذا النهار هذا. سي منير، أنا خليك بغينا نسولو شنو هو الجديد ديال ياسين وسهام، كيسمعنا بأنهم دوزوا العمرة ديالهم، وبغينا نعرفوا منك كيفاش دازت المناسك عندهم واش على أحسن ما يمكن. بالنسبه لياسين وسهام انا غادي نلتحق بهم ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله. بالنسبه للعمره دازت عندهم مزيانه، انا تنتواصل معاهم كل نهار الحمد لله، الامور ديال العمره دازت مزيانه، ونتمنى من الله نكون معاهم يوم الاحد ان شاء الله ونعطيكم الجديد ديالهم ان شاء الله. شكرا لكم. ولا تجعلنا يا مولانا، ولا تجعلنا يا مولانا من الذين يقرؤون القرآن فيشقون، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعند الصراط نورا. اللهم اجعل القرآن لنا في القبور مؤنسا وعند الصراط نورا. اللهم ارحمنا ما دمنا فوق الأرض وارحمنا ما دمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم إياك نعبد ولك نصوم ونسجد فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تؤاخذنا بما عملنا وبما عمل السفهاء منا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا يا مولانا لطاعتك لله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأصدقائنا ولجيراننا ولكل من له الحق علينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اهدي أبناءنا واهدي زوجاتنا واهدي أزواجنا لما تحبه وترضاه اللهم اجعلهم من الزوجات الطائعات الخاشعات الراكعات وارزقهم يا مولانا الحياء والوقر وارزقنا يا مولانا الذرية الصالحة اللهم اجعلهم من علماء المسلمين واجعلهم يا مولانا من حفظة القرآن اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقون. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.